بتصير ضرب والعالم هيك بتموت وشي عالم محترقة هاي. نعم ما شهيت من الحرب ومن الضرب. صرت نادي له يا أبا. كان في أخواتي وأنا والبابا والماما هم بسوية بخاف يموتوا. اسمها الله. أنا شفت صاروخ يوم قام ينزل جيت هيك السبب هيك زدنا غزيفة وخفنا وقام بي أخذنا لمطرح بعيد. تجي طياد يقع عليهم البيت. أحلى شجر بحياتي يعني شفته هو العصافير والطيور والهيدي بسد بيتي. يعني هلا الطيور بتصب الجوع ما في حدا بطعميهم، والشجر يبس ما في حدا بشربهم. يعني أنا أول شيء هيك مثل الحلم، يعني أنا هلا يعني شفتها هيك مثل الحلم. يعني شيء تجي عليهم الطياد يزيد عليهم. شيء تقصفهم برصاص. إلي مش شايفة عبير سنة وارجع على بلدي وعلى المدرسة على رفاقي. حاسة لا ما شفت شي بس وقت أهلي هيك تأثرت علي كتير. حبوني ولا بحبهم كتير؟